السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح وسائل أداء الاهتمام. حلقة اليوم إن شاء الله غيكون يعني تتم الحلقة الفريضة كيف ما شفنا، غادي نشوفوا ضمانة الوفاء، وبالضبط غادي نتكلموا على الضامن، على الضمان الاحتياطي. الضمان الاحتياطي كأحد الضمانات اللي قدمها المشرع للحامل أو لا المظهر اليه، او المهم بصفه عامه الشخص اللي حامل كمبيره. كما تعودنا غنعالجوا هذه الحلقه هذه انطلاقا من المحاور التاليه. اولا غادي نوقفوا على مفهوم الضمان الاحتياطي، ثانيا غادي نتعرفوا على الخصائص ضد الضمان الاحتياطي، ثالثا غادي نتعرفوا على اهم الشروط اللي فرضها المشرع خاصها توفر في الضمان الاحتياطي، في الاخر غادي نتعرفوا ايضا على الاثار اللي كترتب عن هذا الضمان الاحتياطي. نبداو اولا مع تعريف الضمان الاحتياطي. قبل ما ندخلوا في الضمان الاحتياطي، علاش جاء هذا الضمان الاحتياطي اصلا؟ علاش توجد؟ لماذا وجد الضمان الاحتياطي؟ قال لك يعني ربما يشك الشخص اللي حامل الكمبيالة، الحامل مهم حامل الكمبيالة يقدر يشك في القدرة المالية، القدرة المالية احد الموقعين على الكمبيالة، يعني اما واحد ولا كاملين بهم بصفه عامه، او لا مثلا بصفه عامه يعني يقدر مثلا يقول بان ذاك الشخص في حين يوصل اجل الاستحقاق ما عادش يقدر يوفي له بديك المبلغ اللي موجود في الكمبياله. هنا كيشترط ديك حامل الكمبياله كيشترط على الساحب او المظهر انه يمنحه واحد الضمانه اضافيه. هذه الضمانه الاضافيه كتسمى يعني كفالة شخصية، كتطلق عليها في قانون الصرف كتطلق عليها كفالة شخصية، كتمثل فيها كتمثل في الضمان الاحتياطي. الضمان الاحتياطي هو شخص يعني كيضمن انه غادي يدفع ديك المبلغ ديال الكمبيالة لحامل الكمبيالة في حالة ما اذا ما وفاش ديك المسحوب عليه او لا رفض او ما شابه ذلك. تعرفوا اولا على التعريف ديالو. التعريف ضد الضمان الاحتياطي هو تعهد احد الموقعين على الكمبيالة، تعهد أحد الموقعين على الكمبيالة أو أحد من الغير الأجنبي على هذه الورقة تعهدا شخصيا، تعهدا شخصيا وصرفيا بأداء مبلغ الكمبيالة كاملا أو في جزء منه إذا لم يوفي به المدين الأصلي المكفول في تاريخ الاستحقاق. كيف ما شفنا هنايا ديك النهارات تكلمنا على القبول، قلنا حتى هو بدوره تعهد. نعم، الان الضمان الاحتياطي بدوره تعهد. تعهد من يقدر يكون شي واحد من الموقعين على الكمبيالة، اما مظهر اما ساحب او شيء من هذا القبيل، ويقدر يكون شي واحد اجنبي، يعني شي واحد ما عندوش علاقه بديك الكمبيالة، اجنبي كيجي كيتعهد شخصيا على انه كيضمن اما كيضمن شي واحد موقع على الكمبيالة كيف ما شفنا بالضبط في القابل بالتدخل او الوساطة، كيضمن شي واحد كيضمن انه غادي يؤدي ديك المبلغ ديال الكمبيالة سواء كاملا او جزئيا في تاريخ الاستحقاق اذا ما اداش للمدين الاصلي اللي هو المسحوب عليه، الى ما اداش هذا الثمن. و كفكرة موجزة هذا الضمان الاحتياطي كتعتبر كفالة شخصية. علاش؟ لأن الضامن الاحتياطي كيتعهد شخصيا أيوة بنفسه أنه غادي يدفع ديك المبلغ ديال الكمبيالة للحامل في تاريخ الاستحقاق إذا ما مثلا ما قامش المسحوب عليه بدفع ديك المبلغ هذاك. وهذا الضمان الاحتياطي كيتعتبر كفالة تجارية وصرفية. علاش؟ لأن الضامن الاحتياطي كيوقع على ديك الكمبيالة، والتوقيع ديالو كيتعتبر بدوره بحال الساحب وبحال المسحوب عليه. نعم، الان غادي ننتقلوا للحديث على خصائص هادي الكمبيالة. قبل ما نوصلوا للخصائص، هنا موجود الضمان الاحتياطي على سبيل الضمان الاحتياطي لفائدة ما شفنا هنا، على سبيل الضمان الاحتياطي لفائدة بون بوغ افال اون فور دو. سبيل هذا هو المطار الضمان الاحتياطي هنا كيكون. الان غادي ننتقلوا للحديث على
خصائص الضمان الاحتياطي. يعني خصائص الضمان الاحتياطي غادي نتكلموا على ثلاثه الاشياء رئيسيه. اولها هو الضامن الاحتياطي، الشخص اللي كيقوم بالضمان الاحتياطي شكون هو؟ الضامن الاحتياطي هو اللي كيقدم يقدم اما من طرف شخص موقع على الكمبياله، سواء كان الساحب او المسحوب عليه او المظهر، واما من شخص من الغير اجنبي، يعني عن الكفاله يطمئن اليه الحامل. هذا الضامن الاحتياطي هو ديك الشخص اللي كيضمن الكمبيال، كيتسمى ضامن احتياطي. هو كيكون اما ساحب او لا شي واحد موقع، يعني شكون كيقدموا؟ كيقدموا اما الساحب واما المسحوب عليه او لا المظهر. كيقدموا علاش؟ كيقدموا باش انه يضمن ان ديك المبلغ الموجود في الكمبياله في تاريخ الاستحقاق غادي يتم الدفع ديالو ديك الحامل الكمبياله، حامل الكمبياله. و يعني وما دام ان الهدف من هذا الضمان الاحتياطي هو انها ضمانه اضافيه من ضمان الكمبياله، فالضمان الاحتياطي خصو يمكن يكون واحد ويقدر يكون مجموعه من الاشخاص. يعني هذا الضمان الاحتياطي ماشي بالضروره يكون شخص واحد، ربما يكون شخص وربما يكونوا اشخاص. اشخاص يعني كيلتزموا بانهم غادي يادوا ديك المبلغ من الكمبياله في هذا الاستحقاق. الخاصيه الثانيه من خصائص الضمان الاحتياطي هو المضمون. دابا عندنا ضامن ومضمون. الضامن هو قلنا هو اللي كيضمن الكمبياله، دابا المضمون يعني الشخص اللي كيضمن ديك الضامن الكمبياله لفائدته. الضامن يعني انا قلت هذا المضمون هو الشخص اللي كيتدخل الضامن لفائدته، يعني لفائدته لضمان وفاء الكمبياله. الشخص المقدم لفائدته الضمان يعني المضمون خصو يكون ملتزم بوفاء مبلغ الكمبياله، يعني خصو يكون موقع على الكمبياله. الشخص اللي كيصدر هذا المضمون اللي كنهضروا عليه الخاصيه الثانيه، هذا المضمون هذا خصو يكون موقع على الكمبياله، ما يمكنش ما يكونش موقع على الكمبياله، يعني خصو يكون طرف في الكمبياله، طرف في الكمبياله، لان الضمان الاحتياطي لا يقدم الا لفائده شخص موقع على الكمبياله ملتزم بالكمبياله. وهذا الضامن الاحتياطي، حين يقدم لك الضمان ديالو خصو يعين الشخص اللي كيقدمه لفائدته، كما شفنا في القابل بالتداخل او الوساطه. القابل بالتداخل او الوساطه في الحلقه اللي فاتت قلنا على انه بدوره كيعين شكون هو الشخص اللي كيتدخل لفائدته، واش يعني شي واش الساحب، واش شي موقع على الكمبياله. واذا ما عينش شكون هو الشخص هذا كنهضر باقي في الضمان في قابل في الوساطه والتدخل، اذا ما عينش كيكون تدخل لفائده الساحب. الضمان الاحتياطي بدوره خصو يتعين شكون هو الشخص الذي تدخل لفائدته، واذا ما عينش هذا الشخص اللي يعني كيضمنه كيكون يعني الساحب هو اللي كيكون يعني هذا الضمان صدر لفائدة الصاحب. دابا نتكلموا على الخاصية الثالثة وهي الضمان الكلي أو الجزئي. نفس الشيء اللي شفناه في القابل بالوساطة أو التدخل، يعني ديك السيد كيدخل إما كيضمن يعني كيقبل جزئيا أو كليا. نفس الشيء بالنسبة للضامن الاحتياطي، الضامن الاحتياطي أيضا يقدر يتدخل ويعني يضمن فقط أنه غادي يأدي، يضمن مثلا أنه يضمن غير واحد الجزء من مبلغ الكمبياله انه غادي يؤدي له في تاريخ الاستحقاق، او لا مثلا يضمنه بصفه كامله، حيث ان الماده 180 من مدونه التجاره قد يعني تجيز للضامن الاحتياطي ان يضمن الوفاء الكلي او الجزئي لمبلغ الكمبياله في تاريخ الاستحقاق. لان يعني الضامن الاحتياطي ماشي ملزم بانه يضمن مبلغ الكمبياله كامل، الضامن الاحتياطي ماشي ملزم انه يضمن ديك المبلغ الكمبياله كليا، فقط يمكن له انه يقتصر على واحد الجزء فقط، يعني يضمن واحد الجزء فقط، ولكن هذا الضمان الجزئي خصو يعني ينص عليه صراحة في الضمان ديالو. الضمان ديالو خصو يقول مثلا أنا كنضمن غير الجزء، المبلغ قد ماشي مثلا يقول أنا كنضمن يعني شفهيا ولكن ما يكتبهاش في الكمبيالة، لا كيتعتبر إلا ما كتبهاش كيتعتبر أنه ضامن المبلغ كامل، ولكن خصو تكتب على أنه مثلا ضامن مثلا غير إذا كان عندنا المبلغ في الكمبيالة مثلا 50,000 درهم، يقول مثلا أنا ضامن غير 30,000 درهم فقط. الان غادي ننتقلوا للحديث على شروط الضمان الاحتياطي.
شروط يعني، بما ان الضمان الاحتياطي بدوره تصرف قانوني وصرفي كما شفنا في التظهير، شفنا في القبول، شفنا في جميع الامور، فلا بد انه يتوفر فيه الشروط الموضوعيه اللي هي كالتالي: الرضا، الاهليه، المحل، السبب. ما عاديش نعاودو نتناولهم لان تناولناهم في الحصه الاولى مباشره. بما انه تصرف صرفي فبالضروره خصو توفر فيه مجموعه من الشروط الشكليه. هذه الشروط الشكليه في ماذا تتجلى؟ كتجلى في الكتابه، كتجلى لنا تاريخ الضمان الاحتياطي. نبداو اولا مع اول شرط من الشروط الشكليه اللي هي الكتابه، اللي هي الكتابه. حنا كنعرفوا بان الكتابه هي اولا شكليه وجود اثبات، يعني الكتابه هي الوسيله الوحيده لانني كنثبتوا بان فلان بن فلان ضامن احتياط. وايضا هاد الكتابه هو التعبير الوحيد بان ديك الشخص ملتزم كضامن احتياطي اداء مبلغ الكمبياله في تاريخ الاستحقاق. نعم، دابا هاد الكتابه في الضمان الاحتياطي كتختلف حسب اذا جات كما شفنا في التظهير. التظهير قلنا يقدر يوقع على الظهر الكمبياله، على الوجه الكمبياله، على ورقه، على الوصله، او لا كتسمى الورقه المتصله. القبول قلنا كيوقع بجوج المواضع، اما في الظهر واما في الوجه، لا ثالث لهما. دابا الان الضمان الاحتياطي كيبقى في اربعه المواضع. اذا حصل الضمان الاحتياطي على وجه الكمبياله، قبيلتي وريتكم الكمبياله، وريتكم الوجه ديال الضمان الاحتياطي موجود على وجه الكمبياله. اذا حصل الضمان الاحتياطي على وجه الكمبياله يكفي فقط ان ديك الضامن الاحتياطي وقع فقط، يعني بدون ما يكتب لنا حتى شي عباره كدل على انها يعني ضمان احتياطي، لان الاصل في الضمان الاحتياطي انه كيوقع على الوجه الكمبيال. هنا اذا وقع الضمان الاحتياطي على وجه الكمبياله يكفي فقط التوقيع. اذا حصل الضمان الاحتياطي على ظهر الكمبيال، دابا اذا حصل ديك الضمان الاحتياطي على ظهر الكمبياله خاص بالاضافه الى التوقيع للضامن الاحتياطي خصو ضروري الصيغه. الصيغه معناها عباره تفيد على انه ضمان احتياطي. علاش؟ باش ما يختلطناش مع التظهير. هذا هو السبب اللي كيقول لك ضروري ما توجد عباره صيغه. دابا اذا حصل الضمان الاحتياطي على الوصله او كتسمى ورقه متصله، كيكون يعني ملصقين الكمبياله مع بعضهم، يعني الورقه الوصله والكمبياله كيكون مغرابين مع بعضهم. اذا حصل الضمان الاحتياطي على الوصله هو نفس الشيء. اذا حصل على الظهر الكمبياله خصو بالاضافه الى التوقيع بالضامن الاحتياطي خصو يكون تماك واحد العباره تفيد على انه ضامن احتياطي، عفوا، باش ما يختلطناش بالتظهير، لان حتى التظهير كيوقع على الوصله. دابا الان اذا حصل الضمان الاحتياطي على ورقه مستقله، ما معنى ورقه مستقله؟ يعني ما ملصقاش مع الكمبياله، ما مقرفياش مع الكمبياله، ورقه مستقله. هنا يكفي فقط التوقيع، ولكن ديك الورقه المستقله خصها يكون فيها جميع معلومات الكمبياله، يعني يكون فيها اسم الساحب، اسم المسحوب عليه، مبلغ الكمبياله، وايضا الكمبياله اللي رقم الكمبياله علاش؟ يعني باش نعرفوا بان هذه الورقه المستقله هذه كتعلق او هذا الضمان هذا صادر لفائده الكمبياله فلان فلانيه رقم كذا وكذا، يعني باش ما يكونش مثلا باش ما يصدرش الضمان الاحتياطي لفائده كمبياله حين انه موجوده كمبياله اخرى. يعني في هذه الحاله الاخيره الضمان الاحتياطي حين كيوقع على ورقه مستقله خاص ديك الورقه المستقله تضمن جميع معلومات الموجوده في الكمبياله، اسم الساحب، اسم المسحوب عليه، والمبلغ ديال الكمبياله. نعم، هذا الضمان الاحتياطي ايضا فهاد الورقه المستقله خصو يتذكر مكان صدور ديك الضمان الاحتياطي. مكان فين صدر ديك الضمان الاحتياطي؟ واش تطوان، واش رباط، واش مكناس، واش شي مطعم. الان ننتقلوا للحديث على الشروط الشكليه. لا، الشرط الثاني من الشروط الشكليه الموجود في الشروط الشكليه الضمان الاحتياطي وهو تاريخ الضمان. الاصل الضمان الاحتياطي ان يقدم بين تاريخ انشاء الكمبياله وتاريخ استحقاقها.
هنا غادي نجبروا تقريبا نفس الشيء بالنسبه للتظهير. قلنا التظهير خصو يوقع ما بين تاريخ انشاء الكيمبيالا وميعاد استحقاق الكيمبيالا. نعم هذا هو الاصل. حتى الضمان الاحتياطي بدوره خصو يوقع ما بين تاريخ انشاء الكيمبيالا وميعاد استحقاق الكيمبيالا او تاريخ انشاء الكيمبيالا. ولكن دابا اذا وقع هذا الضمان الاحتياطي بعد ذلك تاريخ استحقاق الكيمبيالا، ما معنى تاريخ استحقاق الكيمبيالا؟ الكيمبيالا تم انشاؤها يوم 3/3/2015. تاريخ الاستحقاق هو 3/9/2015. الضمان الاحتياطي خصو يوقع فين بالضبط؟ خصو يوقع ما بين 3/3/2015 و 3/9/2015. هذا هو الاصل. ولكن دابا ديك الضمان الاحتياطي فويا فوقع، وقع من بعد ديك 3/9/2015. هنا خصنا نميزو بين جوج الحاجات. اذا ما تقدم ديك، اذا ما وقع ديك الضمان الاحتياطي بعد ديك 3/9/2015 وقبل ما تتالى ديك ايام تقديم الاحتجاج، كيف ما قلنا في التظهير الى عقلته بالضبط، على ان من بعد ما كيمشي اجل الاستحقاق اللي هو دابا مثلا في الحاله ديالنا عندنا 3/9/2015 كتبقى تماك واحد 5 ايام، 5 ايام ورا ديك تاريخ الاستحقاق تما كيتقدم، هذيك يعني كيتسمى تاريخ تقديم الاحتجاج. اذا وقع دابا هذا التظهير، اذا قدم الضمان الاحتياطي بعد ميعاد الاستحقاق وقبل تحرير الاحتجاج او قبل انصرام اجل الاحتجاج، فان هذا الضمان يعتبر صحيحا. دابا اذا وقع هذيك ديك التظهير ديك الضمان الاحتياطي عفوا بعد ديك 3/9/2015 ولكن قبل ما تسال ديك 5 ايام، هنا كيتعتبر صحيح كانه وقع ما بين ديك 3/3/2015 و 3/9/2015، كيتعتبر صحيح وكينتج جميع الاثار القانونيه ديالو. ولكن الحاله الثانيه، اذا قدم الضمان الاحتياطي بعد تحرير الاحتجاج او بعد انصرام اجل الاحتجاج، فان هذا الضمان لا يعتبر التزاما صرفيا، بل يمكن اعتباره مجرد كفاله عاديه. دابا الان اذا وقع الضمان الاحتياطي بعد ديك 3/9/2015 وبعد ما تلات ديك 5 ايام، يعني حتى تلات ديك 5 ايام اللي جات بعد 3/9/2015 عاد تقدم ديك الضمان الاحتياطي، هنا ما كيتعتبرش التزام صرفي، كيمكن يعتبروا مجرد كفاله عاديه، والكفاله عاديه اكيد انها كتخضع لقانون التزامات العقود ماشي قانون الصرف. الان غادي ننتقلوا للحديث على اثار الضمان الاحتياطي. كتعتبر العلاقات اللي كتنشئ على الضمان الاحتياطي يعني من اخطر ومن اكثر العلاقات يعني تعقيدا، طبعا تعقيدا. علاش؟ لانها كتخضع لجوج الانواع من القواعد. كتخضع اولا للقانون الصرف باعتبار ان ديك الضمان الاحتياطي التزام اصلي، وكتخضع لقواعد الكفاله التضامنيه من جهه اخرى، وبالتالي اثر هذا الضمان الاحتياطي كتختلف. اولا غادي نشوفوا الاثر هذا الضمان الاحتياطي في علاقه الضامن الاحتياطي بالحامل، ثم غادي نشوفوا علاقة الضامن الاحتياطي بالمضمون، يعني الذي صدر الضمان لفائدته، ثم غادي تشوفوا علاقة الضامن الاحتياطي بباقي الموقعين على الكيمبيال، وفي الأخير غادي تشوفوا علاقة الضامن الاحتياطي ببقية الموقعين من نفس الدرجة. إذا شفتوا هذه علاقة الضامن الاحتياطي بباقي الموقعين، نعم، والأخيرة عن علاقة الضامن الاحتياطي بباقي الموقعين من نفس الدرجة، غادي نتعرفوا عليه إن شاء الله. شنو كنقصدوا هنايا علاقة الضامن الاحتياطي بباقي الموقعين من نفس الدرجة؟ مع أنه قبيل تيكون هذيك الضامن الاحتياطي يقدر يكون شخص واحد، يقدر يكون مجموعة من الأشخاص. هاد الموقعين من نفس الدرجة ما معناها ديك الضامنين الاحتياطيين إذا كانوا مثلا متعددين ماشي شخص واحد. الان ننتقل للحديث على اول اثر من اثر الضمان الاحتياطي، وهو علاقه الضامن الاحتياطي بالحامل. علاقه الضامن الاحتياطي بالحامل، اولا ديك الضامن الاحتياطي كيلتزم على وجه التضامن مع بقيه الموقعين على الكيمبيالا باداء مبلغها في تاريخ الاستحقاق الى الحامل.
الضامن الاحتياطي كيلتزم مع باقي الموقعين للكيمبيال، يعني المظهرين وديك الاشخاص كاملين اللي نشؤوا الكيمبيالا من قبل الساحب، كيلتزم انه غادي يؤدي ديك مبلغ الكيمبيالا الى الحامل تاريخ الاستحقاق. الحاجه الثانيه انه كيحق الحامل يعني الشخص اللي عنده الكيمبيالا انه يرجع على الضامن الاحتياطي، الضامن الاحتياطي عفوا، مطالبا اياه بالوفاء، وذلك اذا ما رفض المسحوب عليه الوفاء له. دابا ديك الحامل كيمبيالا مشى عند المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق ورفض ديك المسحوب عليه انه يؤدي له ديك مبلغ الكيمبيالا، هنا ديك حامل كيمبيالا عنده الحق يرجع على ديك الضامن الاحتياطي من اجل مطالبته بالوفاء بمبلغ الكيمبيالا. حامل كيمبيالا غير ملزم بالرجوع على الشخص المضمون اولا قبل الرجوع على الضامن الاحتياطي. قبل هادشي شفنا من خصائص الضامن الاحتياطي، لدينا الضامن الاحتياطي ولدينا المضمون، يعني الضامن هو الشخص اللي كيضمن انه يؤدي مبلغ الكيمبيالا، والمضمون هو الشخص اللي صدر الضمان لفائدته. دابا هذا الشخص اللي عنده اللي حامل كيمبيالا ماشي ملزم انه مثلا في البدايه انه يمشي عندك الشخص اللي صدر الضمان لفائدته اللي هو المضمون، لا، كيمشي عند الضامن الاحتياطي. حالة ما اذا رفض ديك الضامن الاحتياطي انه يؤدي ديك المبلغ عاد كيرجع عند الشخص المضمون. لنفترض ان ديك الضمان ديك الضمان صدر لفائده الساحب، يعني هنا الساحب كيكون مضمون، واحد الشخص اخر كيتسمى ضامن احتياطي. اذا مشى دابا ديك الحامل عند الضامن الاحتياطي ما بغاش يؤدي له المبلغ، كيرجع مباشره عند الساحب، لان الساحب كيكون هنا في الحاله هذه مضمون. نعم، دابا بما ان الالتزام الضامن الاحتياطي التزام اصلي كما قلنا قبيلتي، فهو يخضع لقاعده عدم التمسك بالدفع. قاعده عدم التمسك بالدفع شفناها في الحلقه الاولى، ما عادش نعاود نشرحوها. اللي بغى يزيد يعرف شنو هي عدم التمسك بالدفع، على فكره كتجي في الامتحانات، يمكن يرجع للحلقه الاولى مباشره. هنا هذا الضامن الاحتياطي، هذا الحامل او هذا الضامن الاحتياطي، يعني ما يمكنلوش يتمسك ضد حامل الكيمبيالا بالدفع الشخصيه. حالة سميتها يقول له مثلا هو كيسال لشي واحد، كيسال مثلا ديك الضامن الاحتياطي كيقول له انا بدوري كنسال للساحب، او لا انا بدوري كنسال شي واحد او شي حامل سابق، شي واحد موقع على الكيمبيالا. ما يمكنلوش يتمسك ضد الحامل حسن النيه بهذا الامر. هذا ما يمكنش للضامن الاحتياطي، راه الضامن الاحتياطي شخص يقدر يكون احد موقعين الكيمبيالا، يقدر يكون شي واحد خارج غير موقع على الكيمبيالا. فهو فهاد الضامن الاحتياطي حين يرجع لعندو ديك الحامل الكيمبيالا، لان نفترضوا ان ديك المسحوب عليه رفض انه يؤدي مبلغ الكيمبيالا، وبالتالي هو ديك الحامل رجع للضامن الاحتياطي. الضامن الاحتياطي هنا ما يمكنلوش يتمسك ضد ديك الحامل، يقول له في المثال انا بدوري كنسال للساحب، او لا انا بدوري كنسال واحد الشخص موقع على هاد الكيمبيالا مثال، ما يمكنلوش يتمسك ضده هاد الدفع هذا، ولكن كيبقى عنده الحق انه يتمسك ضده بالدفوع الشكليه. فاش كتمثلنا هاد الدفوع الشكليه؟ اما مثلا ان ديك الكيمبيالا باطله مثلا لتخلف احد البيانات الالزاميه، او لا مثلا ديك الحامل الكيمبيالا مثلا قاصر او عديم الاهليه او شيء من هذا القبيل، يعني كله يتمسك بالدفوع الشكليه اللي كتؤدي الى بطلان ديك الكيمبيالا. نعم، الان انتقلوا للحديث على الاثر الثاني، من وهو علاقه الضامن الاحتياطي الضامن الاحتياطي بالمضمون. قال لك ان علاقه الضامن الاحتياطي بالمضمون هي علاقه الكفيل بالمكفول، كاننا في كفاله، كفيل ومكفول. وعليه فان ادى الضامن مبلغ الكيمبيالا للحامل يكون قد اوفى او ادى دين غيره الذي هو المضمون، وبالتالي فان هذا الضامن يكتسب الكيمبيالا ويحق له تبعا لذلك الرجوع بما دفعه على المضمون وعلى الاشخاص الملتزمين نحو هذا الاخير. الاخير هو المضمون طبعا، الشخص اللي مصدر الضمان لفائدته. لو حنا كنعرفوا بان حين كيوصل ميعاد استحقاق الكيمبيالا كيجي ديك حامل الكيمبيالا عند المسحوب عليه، لنفترض هنا المسحوب عليه يعني رفض، فرجع ديك الحامل عند الضامن الاحتياطي. هنا
الضامن الاحتياطي كيأدي ديك المبلغ، كيعطي ديك المبلغ الموجود في الكيمبياله الى الحامل، الحامل في المقابل شنو كيعطيه؟ كيعطيه ديك الكيمبياله. يعني الا ما تسلمتيش الكيمبياله ممكن يرجع عندك يقول لك اعطيني المبلغ ديالي حتى لو كنت اديته. فبالضروره خصك من حين تعطيه انت المبلغ يعطيك هو الكيمبيال. اوكي، دابا هنا مشى ديك الحامل عند الضامن الاحتياطي وادى له ديك المبلغ وعطاه ديك الكيمبياله، هذا يعني ادى اولا وفى بالالتزام ديالو. ثانيا دابا كيبقى ديك الحامل ديك الضامن الاحتياطي اللي وفى بديك المبلغ الكيمبياله كيمكن له يرجع عند المضمون، يعني الشخص اللي هو ضمنه، الشخص اللي هو ضمنه كيرجع عنده كيقول له خصك تأدي لي المبلغ ديالي وصافي بالطريقه العاديه. هذا هو علاقه الضامن الاحتياطي بالمضمون. يعني الى ديك الضامن الاحتياطي ادى ديك المبلغ كيمكن له يرجع مباشره على ديك المضمون وكيقول له اعطيني المبلغ ديالي فقط. الان نتحدث على اثر الضمان الاحتياطي بباقي الموقعين. قال لك ان كل موقع على الكيمبياله والذي يحق للمضمون الرجوع عليه يمكن للضامن الاحتياطي الرجوع عليه بما ادى للحامل. ان كل موقع على الكيمبياله والذي يحق للمضمون الرجوع عليه يمكن للضامن الاحتياطي الرجوع عليه بما ادى للحامل، وكل موقع لا يمكن للمضمون الرجوع عليه لا يكون لضامنه الاحتياطي الرجوع عليه. دابا عندنا العلاقه ديك الضامن الاحتياطي بباقي الموقعين. دابا اي واحد كيمكن للمضمون، نعتبر ان ديك المضمون هو شخص موقع على الكيمبياله، شخص كان في واحد الوقيته مبهر، نعم هذا المضمون هذا كان من حقه في المثال مثلا حين يمشي ديك الحامل عند المسحوب عليه وميكيبغيش ديك المسحوب عليه يأدي له ديك المبلغ، ديك الحامل مثلا رجع مباشرة عند هذا المضمون هذا، المضمون مثلا رقم كمثال حنا نعطيوه رقم 11، هذا الحامل حين ما مشى عند المسحوب عليه ما بغاش يأدي له مبلغ الكيمبيالا، رجع ديك يعني جات له الكانة ديالو ديك الحامل أنه يرجعنا المظاهر رقم 11، ما كيكونوش مرقمين طبعا، أنا عطيتو الرقم باش تفهم. المظاهر رقم 11 كيكون مكتوب الاسم ديالو طبعا فلان الفلاني، رجع عند حنا عطينا 11 ولكن وين يكون بالاسم، رجع عند يرجع ديك الحامل عند المظاهر رقم 11. هذا المظاهر رقم 11 من عين رجع عند ديك الحامل هو ديك المظاهر، ديك المظاهر رقم 11 غادي يؤدي ديك المبلغ بالكيمياله لديك الحامل. اوكي، هنا يؤدي له ديك المبلغ بالكيمياله، يعني ديك المظاهر رقم 11 يعني ما يبقاش مكتوب في اليدين هكذا فقط، هو بدوره يرجع على ديك الموقعين يعني على الكيمبياله ويقول لهم ادوا لي المبلغ ديال الكيمبياله انا بدوري اديته لفلان الفلاني. نعم، دابا نفترض هذا المظاهر رقم 11 هو المضمون، يعني صدر الضمان لفائدته. فهنا اي دابا ديك الحامل مشى عند ديك الضامن الاحتياطي ادى له المبلغ، نعم دابا اي شخص كيمكن ديك المضمون رقم 11 يعني اللي هو مظاهر رقم 11، اي شخص كان عندك كان ديك المضمون رقم 11 انه اولا المظاهر رقم 11 انه يرجع لهم، يحق للضامن الاحتياطي انه يرجع لهم. بمعنى لنفترض ان مثلا واحد المظاهر عامل شرط عدم الضمان، انما يمكنش لديك المظاهر رقم 11 انه يرجع له، نعم فهنا ديك المظاهر رقم 11 عندنا مضمون ياك، فما يمكنش لديك الضامن الاحتياطي يرجع على ديك المظاهر اللي عامل مثلا عدم الضمان، لانه علاش؟ لان حتى ديك المظاهر رقم 11 ما يمكنلوش يرجع عليه اللي هو عندنا هنا مضمون فقط. مهم، اي شخص كيمكن ديك المضمون انه يرجع عليه اذا اعتبرناه مظاهر، كيمكن الضامن الاحتياطي بدوره يرجع عليه، يعني يمشي يطالبوا باداء مبلغ الكيمبياله. دابا الان ننتقلوا للحديث على الاثر الرابع والاخير اللي هو علاقه الضامن الاحتياطي ببقيه الموقعين من نفس الدرجه، تعرفوا عليهم. المقصود بباقي الموقعين من نفس الدرجه معناه الضامنين الاحتياطيين الذين ضمنوا مع الضامن نفس الالتزام، يعني مجموعه من يعني عندنا هنا الضامن الاحتياطي ماشي شخص واحد وانما مجموعه
الضمان الاحتياطي عندنا متعدد، اما 3 ولا 4 ولا 5، هؤلاء هم المقصد بالموقعين من نفس الدرجة. وفي هذه الحالة يحق للحامل، حامل كيمبيرا طبعا، الرجوع على احد هؤلاء الضامنين الاحتياطيين الذين ضمنوا معه المضمون، الا ان رجوع الضامن هنا على بقية الموقعين من نفس الدرجة لا يكون رجوعا صرفيا، بل رجوعا عاديا طبقا لما جاءت به قواعد الكفالة، طبعا تخضع القانون التزامات والعقود، وبالضبط الفصل 105. هنا قال لك سيدي دابا عرفنا شنو هما الموقعين من نفس الدرجة، ما معناه ان الضامن الاحتياطي هنا اشخاص متعددين. دابا ديك حامل كيمبيالا حيمشى عند ديك المسحوب عليه ورفض انه يؤدي له مبلغ الكيمبيالا، شنو يعمل ديك حامل كيمبيالا؟ عندنا 3 ضد الضامين الاحتياطيين، هو مشى عند واحد فيهم فقط، ما مشاش عنده كاملين بهم، مشى عند واحد قال له بما انك ضامن احتياطي ادي لي مبلغ الكيمبيالا. ديك الضامن الاحتياطي رقم واحد ادى له مبلغ الكيمبيالا، ادى له مبلغ الكيمبيالا فقط. هنا ديك الضامن الاحتياطي رقم واحد اللي ادى مبلغ الكيمبيالا للحامل كيرجع على ديك الضامين الاحتياطيين بجوج بهم، ما معنى كيرجع عليهم؟ يعني كيمشي عندهم كيقول لهم انا حنا بثلاثة بينا ضامين احتياطيين، وبالتالي عاد رجعوا لي القسط لواحد جزء من الاموال او لواحد مبلغ من الاموال اللي انا دفعته لديك الحامل. هنا كيكون الرجوع ديالو طبعا ماشي صرفيا، يعني ماشي بالكيمبيالا ولا شي، بالطريقة العادية الدين العادي، يعني في الواقع كتأدي كيأدي لك الدين، كيعطيك الفلوس وصافي، عارف ما كيعطيه لك ماشي بالكيمبيالا وانما عادي فلوس وصافي. وهنا كتكون يعني سالينا او انتهينا من جميع الضمانات الوفاء اللي تحدثنا على تحدثنا على مقابل الوفاء، وصول القيمه، القابل، تحدثنا على القابل بالتدخل او الوساطه، واليوم تحدثنا على الضامن الاحتياطي. وبالتالي كيكون انتهينا من ضمانات الوفاء. ونتمنى الحلقه اليوم تكون عجبتكم يعني نالت الاعجاب ديالكم وراقت الى مستوى التطلعات ديالكم. وان شاء الله الحلقات المقبله غادي يكون عندنا حول اداء الكيمبيالا. والسلام عليكم.